معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين خبير الأمن والعسكري محمد فوزي اللامي. مرحبا بك يا سيد محمد. إذا مجلة فورسز البريطانية ذكرت أن العراق في تقرير لها أن العراق ملوث بالقنابل التي لم تنفجر حتى الآن، يعني هل هناك تقديرات لأعداد الألغام المزروعة في العراق؟ تحية طيبة لك سيدي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. التقديرات سيدي أنه قبل عام 2003 كان الحديث عن سقف 20 مليون قطعة، يعني في أقل تقدير، وكان هنالك جهد من قبل حكومة النظام الوطني قبل الجهد الهندسي عمل وباشر في إزالة هذه الألغام، وقد أزالوا في وقتها حسب التصريحات ما يقارب من 3 إلى 3.5 مليون، كون أن العراق في تلك الفترة كان يتهيأ للدخول في معاهدات حظر الألغام. اليوم نتحدث نحن عن سقف جديد ما بعد 2003، كون أن هنالك حزمة كبيرة من الألغام الإيرانية دخلت في الصراعات الأخيرة ما بين يعني الميليشيات وما بين تنظيم الدولة. يعني نتحدث عن يعني سقف أقله 5 مليون قطعة دخلت من قبل إيران، وطبعا الجغرافيا تختلف. كانت قبل 2003 الجغرافيا الجنوبية والشريط الحدودي مع إيران. الحزمة الجديدة التي دخلت ما بعد 2003 انتشرت في مناطق من شمال بغداد من أبو غريب ووصولا إلى الموصل الأنبار مرورا بالأنبار والجانب السوري. فنحن اليوم يعني قد نتحدث في سقف ما بين 25 مليون فما فوق. طيب برأيك يعني لم تقم الحكومة في بغداد بإزالة تلك القنابل كل هذه المدة، لماذا لم تقم الحكومة بذلك؟ يعني هو أولا أنه هذا الملف تحولت الحكومة حولته إلى ملف إنساني، وهو يعني ملف خطير جدا، يعني لأنه لا تريد أن توفر، يحتاج إلى ميزانية، ولذلك حولته إلى ملف إنساني يعتمد على صداقات الدول وصداقات المنظمات وصداقات الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة اتفقت مع يعني ما بعد 2004 بعد انسحاب تنظيم الدولة، الأمم المتحدة اتفقت مع شركة بريطانية في الأنبار، والشركة البريطانية عملت لأشهر قليلة وفي خدمات يعني خجولة، لكن الحكومة لم تجدد العقد معها ولم تدفع، يعني الأمم المتحدة هي التي دفعت. فنحن يعني وهذا الملف أصلا الحكومة لم تكن هنالك نوايا تجاهه، كون أن وزارة البيئة عام 2014 أصدرت قرار، يعني في جنوب العراق أصدرت قرار بعدم التعامل مع الشركات الخاصة في هذا المجال، كون أنه كان هنالك شركات النفط، شركة نفط الجنوب تقريبا تعاقدت مع شركات أجنبية، لكن وزارة البيئة منعت هذا الحديث. واليوم نتحدث معنا عن قرار جديد لوزارة البيئة لمنع يعني حدوث هذا العمل، وحقيقة يعني نحن نتحدث عن لا توجد هناك نوايا وقرارات تصدر من الحكومة لإيقاف أي عمل ممكن أنه يساهم في إزالة هذه الألغام. نعم، يعني غريب هذا المنع، وربما أن السبب هو الكلفة، كلفة إزالة هذه الألغام التي تقول الحكومة إنها باهظة، ولكن هل من المنطقي أن تكون هذه الكلفة باهظة على بلد غني مثل العراق؟ يعني هو الكلفة ليست باهظة بالنسبة مقارنة بنفط العراق وبصادراته، كون أن هنالك دول كثيرة في الدول أوروبا الشرقية هنالك شركات تعاقدت معها وتمت إزالة هذه الألغام. ونحن المشكلة سيد الكريم نحن نتحدث عن حالة خطيرة جدا، هذه الألغام أولا يعني مدى خطورتها هو لأنه لا يوجد لديها وقت يعني تنتهي به، هذه الأسلحة أسلحة موجودة ولديها قابلة على الاستمرار، وإذا زاد بها الزمان اللغم مش ما يكون يعني يزيد عليه الزمان ما يكون أخطر. المشكلة نحن نتحدث عن أنه هذه الألغام تميت الأراضي، هنالك يعني فقط في الشريط الحدودي ما بين الفاو وإلى أقليم كردستان هنالك 1200 كيلومتر غير صالحة للاستعمال البشري، غير صالحة للزراعة، غير صالحة للسكن، لوجود على الأراضي فضلا عن البشر. يعني الأمم المتحدة ذكرت أن أكثر من 1,600,000 عراقي معرضون لخطر هذه الألغام، وحتى موقع اللوب سايدر الفرنسي ذكر أن الجوع
يجبر أطفال الموصل على العمل وسط القنابل والألغام، من يتحمل هذه المسؤولية؟ يعني هو الحكومة بالنتيجة تتحمل هذه المسؤولية بالدرجة الأولى، كون أن الحكومة لم تستطع أن تخلق كادر هندسي وجهد هندسي قادر على إزالة هذه الألغام، ما بعد قرار بريمر عام 2003 بحل الجيش انحل الجهد الهندسي ولم تكن هنالك محاولات خجولة لخلق جهد هندسي ولم يتمكنون، كون أن هنالك عدم ميزانية لم يدفعوا تكلفة ولم يتفقوا مع شركات عالمية لإزالة هذه الألغام، بالنتيجة نحن نشاهد حالة مأساوية، حالة تتعرض لها المواطن الصغير والكبير. نحن نتحدث عن جغرافيا كبيرة جدا، 1200 كيلومتر في المناطق في الحدود الشريط الحدودي مع إيران، أضف إليها اليوم الأنبار، الموصل، الأقضية والنواحي المرتبطة بها، الشريط الحدودي مع سوريا. نحن نتحدث عن مساحة سيدي كبيرة جدا، وهذه فيها أناس وسكنة يحاولون كسب أرزاقهم، وبالتأكيد هذه الألغام تؤثر عليهم وتؤثر على الصغير والكبير، وهذه نتيجة كارثية تتحمل الحكومة مسؤوليتها. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي.